صباح الخير او مساء الخير، الوقت اللي انتم فيه. معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح نتكلم عن موضوع كيف تمزج صوتين ويطلعون مع بعض اثناء تسجيل اغنية الستين تراك، لان انت تمزج الصوتين هنا، لكن لما تيجي تعزف الاغنية راح يطلع لك صوت واحد فقط. نشوف معاكم الطريقة. اول شيء تختار الاصوات اللي انت تباها، اللي هم الصوتين اللي انت تباهم وبتعزفهم في الأغنية. كمثال انا الحين بختار هني فئة العود، هذا عود، لاحظوا معايا زين، وبختار معاه راية اثنين، راح اختار معاه مثلا وتريات، هذا الحين صوتين وتريات وعود، واسير اسيف في الريجستريشن ميموري رقم واحد، سجلتهم الحين عود مع وتريات رقم واحد. أصير أختار أصوات اثنين بعد ثانيات، مثلا بحط بيانو في الرايت ون، بحط بيانو مثلا مع رايت اثنين، مثلا بحط معاه شو جيتار، بس خلي الجيتار صوت واضح، وسيفه في ميموري رقم اثنين. الحين انت عندك اربع اصوات في الريجستريشن 1 صوتين، وفي الريجستريشن 2 صوتين. كيف تخلي الصوتين هذول يطلعون في تسجيل الاغنيه 16 تراك؟ ننتقل الى المرحله الثالثه. تروح الحين طبعا المرحلة الثالثة، تسجل الأغنية العادية المالتي، وكلكم خبرة، تيجي عند ريكورد تختار هني مالتي ريكورد العادية. الحين هاي صفحة التسجيل، نعمل نيو، كلمة سجل أغنية نيو. تيجي عند أول شيء تختار ريجستريشن ميموري الأصوات اللي أنت تباها، تبى الأصوات الأولى ولا الثانية. أنا بختار رقم واحد، ريجستريشن واحد، اللي هو العود مع الكمان. تيجي عند تراك رقم واحد ريكورد، شوف طلع معاك العود على طول لانك اخترت هو دايركت تحولات. وتيجي عند ترك رقم اثنين، شوف طلع معاك ليفت. انت شو تسوي في الليفت؟ تدق على الجيتار مثلا هني، يطلع معاك تحول على رايت اثنين. تقدر كل ترك تحوله على كيفك، شو اللي تبغى، رايت واحد، باد اثنين، ليفت، تدق اوكي. بعد ما اختار رايت اثنين تدق اوكي، شوف تحول معاك كمان على طول الكمان. الحين صوت الرايت مع الكمان الرايت 1 مع الرايت 2، نجرب ونشوف. ندق نختار. طبعا انا ما دقيت ريكورد على الايقاع، ما ابغي الايقاع، الايقاع بيطلع بس في الحين في النموذج بس عقب بدون، اهم شيء عندي الاصوات. شوف معاكم الحين الأصوات، شوف صوتين مع بعض، كل صوت خذ ترك، اسمع مرة ثانية، هذا صوت الكمان بروحه، وهذا صوت العود بروحه، شوف هذا صوتين. تكمل عقب تبغي الأصوات الثانية، الصوتين الثانيات مثلا. الحين تروح نفس الطريقة، تروح عند الريجستريشن رقم اثنين، ويطلع عندك الصوتين اللي هو البيانو مع الجيتار. نفس الطريقة تي عند ترك رقم ثلاثة الديج ريكورد، شوف طلع عندك بيانو، وتيجي عند ترك رقم اربعة عشان الجيتار ياخذ ترك لوحده، شوف استوى لفت. نفس الطريقة تحول من لفت الى رايت تو عقب الدق اثنين، لانك انت مختار الجيتار في رايت تو، شوف تحول معاك جيتار مع بيانو. نفس الطريقة بلاي، نشوف مع بعض الحين هذه الاغنية كاملة. الحين اربع اصوات، شوف ابغي الجيتار بروحه، البيانو بروحه، العود بروحه. بهاي الطريقة انت تمزج صوتين مع بعض في اثناء الاغنية، انت تمزجهم هني مع بعض نعم، لكن لما تيجي وتختار ترك واحد، انت هني صوتين، لكن تختار ترك واحد يطلع لك صوت واحد فقط، صوت واحد بيطلع لك صوت فقط الرايت 1 اللي هو العود من غير هذا. لازم تختار رايت 1 ورايت 2 يتحولون الصوتين في التراكين يطلعون عندك. هاي الطريقة تاخذ عليك شوية تراكات، لان انت تختار كل صوتين يكونون عليهم تركين، يعني تاكل معك شوية من التركات يمكن تحتاج، لكن مو مشكلة، يعني ثمان تركات هذيلا راح ياخذون معك ثمان أصوات.
ينعزفون في نفس اللحظة. إذا أنت عامل حسابك تبغي مثلا بس 4 أصوات مع بعض، تحطهم مثلا تركين، تقدر تستخدم الثانيات في أصوات ثانية تعزفها لوحدك، يعني الصوت يكون لوحده. حتى لو هذيلا راحوا عليك، تقدر نفس الطريقة تحت إني تستغنى عن بعض الكوردات تحت إني في البيز، وهذا تستغنى نفس الطريقة. ريكورد الدقني مثلا، هذا الحين شو عاطنك حق البارش، انت ما تبغى البارش عندك، شوف البيج، لاحظ معي جرب الكاميرا، عندك البيج اني تدق على فوق، شوف يطلع لك رايت 1 رايت 2 مالتي باد، تختار نفس الشيء بعد رايت مثلا 1 او 2 وتدق اوكي، شوف يتحول معاك صوت. بهاي الطريقة انت تقدر تعزف صوتين مع بعض في نفس اللحظة في أثناء أداء الأغنية. وشكرا، إلى معلومة ثانية إن شاء الله.